ما نواصل جبال المتحدث الجبال قال عنده مراجع دار يجيبها، فنحن عشان بعدينك ما يقول ما اديناه فرصه، انا وعدته انه اول فرصه اديها له، فهو لو موجود خليه يتقدم يتكلم يجيب لنا المرجع بتاعه. فات ولا شنو؟ ما جاء؟ مشى؟ كويس. طيب طبعا يا اخواننا المشكله بتاعت الكوادر والتنظيمات، بيقول لك ما دارين مصادمة. المصادمة بتجيبها شنو؟ ما دارين مصادمة. أنا ما عارف ده ورام فيدو، عندنا دكتور برضو بينكر الحاجات دي، ده ورام ولا شنو؟ كويس يا أخ، مصادمة شنو يا أخ؟ يا أخ في أدلة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب نحن طاعة الله عرفناه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفناه. طيب أولي الأمر منكم ده لو خالفوا الدليل نعمل شنو؟ ربنا قال فإن تنازعتم، ده تمام تلاية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون، ده شرط، إن كنتم، لو أنتم صحيح مؤمنين، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ربنا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أنحنا والصوفية، الصوفية بيجي يقول لك أنا الله، أسد تناقش تقول له شنو؟ كويس. في النهاية هو أنت إنسان مخلوق يا أخي. ربنا قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بيقول لك نحن ماسكين الكون وشنو، زي ما هنا صفحة 114، والغريب نحن بنجيب مراجع في يدينا وداك بنكرة، وهو جاي يا كافي البلد بيدينه، بس كل ما جايبه ما حملت يمينه شكة ثم عطرا ثم مكوة ثم انبساغة، تاني ما شايل اي حاجة ودايرنا نقتنع لك. والله ما نقتنع بك اصله، انت هنا في محل المفروض تجيب ادلة. طيب ديل الختمية بيتكلموا عن نفسه، قال ومن كلامه رضي الله عنه، فهمت؟ قال يا معشر الخلق من جن ومن بشر، كتاب فيوض البحور المتلاطمة في شرح الراتب المسمى بالأنوار المتراكمة، دراته ولا تراب ده. قال وشرح التوسل بأسماء الله الحسنى إلى آخر، والتوسل بأسماء كابر العارفين، يعني الشرك بالعارفين، تأليف إمام العلماء الراسخين، كل نفخ ساكت، قل لك هذا الإمام وكيسه فاضي ساكت زي الودة. والله وقت جوقي فينا أنا قلت ما, 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 ما يشق له غبار، وهذا هو إمام عصره وفريد دهره وقريع وقته. أنا قلت خلاص زول الله يجيب لنا شبه، بس نظر الله يعيننا بس عليهم، فهمت؟ ناس ما فاهمين حاجة. قال يا معشر الخلق من جن ومن بشر، ده كتاب الختمية، هل تنكروا قدرنا، هل تنكروا فضلنا أم تجحدوا قدرنا؟ أسفي ولي بقول كده. ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال نحن الملوك وكل الملك أجمعه. خلنا دي رسالة خاصة نحن في هذه الكلية، هي كلية الزول بيتخرج منها هنا بربي أجيال وبيعلم ناس، ودي مسؤولية العقيدة دي. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودي بتكون مسؤولية قدامك أمام ربنا سبحانه وتعالى، إنك تودي للطلبة القاعدين لك ديل وقلوبهم فاضية ما فيها علم إلا اللي بيتعلموا لهم أنت، إنك تجيب لهم معلومة صحيحة. فشوف ده بقول شنو، قال نحن الملوك وجميع الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا. قال الملك كله فوق وتحت، فوق وتحت. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة المؤمنون أسأل المشركين الملك عند منه؟ قال بيقولوا لك الملك عند الله، ده الكفار. والختمية قالوا الملك فوق وتحت في يدنا نحن. وربنا يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا قال إجابة المشركين حتكون شنو؟ فسيقولون لله. بيقول لك الملك لله، ولله، لله دي للاختصاص، فهمت؟ عشان يوروك إنه ده حق الله يعني. طيب قال ما الفخر إلا لنا، ما العز إلا بنا، من عالم الذر مولى الخلق قدمنا، تقديما يشهد الله العليم به، فالخير كله بنا
والأمر مثالنا، الخير كله بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا قالوا بيدنا نحن، ما بيد الله. قال: لم يخلق الله في الأكوان أجمعها من كامل غيرنا أو عارف مثلنا. قالوا أصو كامل، ربنا خلقه زينا مف دل. يا ناس تبتلعبوا علينا نحن؟ لا أبو بكر الصديق بيحصلكم، ولا خليك من الأنبياء، ولا عمر بن الخطاب بيحصلكم، ولا عثمان بن عفان رضي الله عنه بيحصلكم، ولا علي بن أبي طالب بيحصلكم. ده كله باطل ولعب، وده دين الصوفية كده. ما بنا غيرهم، وما بنحترم عقائد زي دي، ما بنحترمها، وما ربنا أمرنا باحترامها، بل ربنا أمرنا بإهانتها. ربنا قال: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. زول بيعبد أولياء، زول زيه، زول بني آدم زيك، بياكل زي ما بتاكل، بيشرب زي ما بتشرب، بيجيه مرض. البرعي مدح رجل الكريدة، قال: هدرنا قطم فدرنا قطب الكون القطب عمرنا. قال: جلاب التنور بتخيط إبرنا. جلاب التنور دي بتاعت الختمية حسن بجلابية. قال: وكان من كراماتي إنه جلابته بتضوي. يا زول انت لمبتنيون هي جلابتك دي. قال: وكان من كراماتي إنه جلابته بتضوي. البرعي داري وري إنه بتاع الكريدة ده أقوى من بتاع الختمية. قال: لو جلابتك بتضوي دي ذاتها، دي خيتناها نحنا. أنا والله خطرين، لكن أنا قال أشوف اللعب في السودان. قال كويس، قال نحن الذي أنزل الله الكتاب لنا. يا ناس يا أخوانا ده داير رد. قالوا: ربنا إحنا نزلنا الكتاب. يا زول يا تو كتاب ده؟ كتاب الغذاء والصحة ولا ده كتاب شنو؟ قال مفصلا كله في ضمن مدحتنا. قال: القرآن ده كله بمدحنا نحنا. قال: ما أنزل الله من وحي على بشر إلا ويخبره عن حين بعثتنا. شوف الكفر بالله ده كيف. قال: ما ربنا ما نزل قرآن ولا كتاب من السماء إلا بقول للرسول في ختمية جايين في آخر الزمان، والله إلا تكون المسيح الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الأعور الكذاب، إلا تكون انته. فهمت؟ طيب. قال: العرش عرش ربنا يعني، والفرش تحت، والأملاك الملائكة، والبشر والقبل والبعد، القبال والبعد، في أرياف رأفتنا كلهم، كما نحن رحمناهم ما بينفعوا. ديل الختمية لسه جايك. قال: نحن الذي سجد الأملاك أجمعهم لنا فنالوا منا التبجيل والمننة. لما ربنا قال: أو إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قالوا: الملائكة دي سجدوا لنا نحن. ده كلام الختمية. قال: نحن الذي، طبعا مفروض تكون الذين، لكن ما بعرف وين عرفهم باللغة العربية، الذي رحمة للعالمين كما قد جاء في محكم التنزيل ينبئنا. قال: نحن للرحمة للعالمين، والرحمة للعالمين من يا أخوانا؟ ربنا قال أهجنوا لا يجنوا وما أرسلناك إلا، لا قالوا ده الختمية، ده الختم، هذا للكتاب. والله تعالى قرأ. قال: والأنبياء وجميع الرسل قاطبة من رشح نور بدا من ذات والدنا. الأنبياء قال والمرسلين ديل كلهم من رشح، بس يعني حاجة كده، رشحة كده، حاجة صغيرة. قال: وجدنا المصطفى المختار من مضر، وأمنا الزهرة الغراء جدتنا. كذاب ساي، فاطمة رضي الله عنها قال دي جدتنا والرسول جدنا. وطيب انت أبو لهب ده ما عنده تراب، ما تبقى تقول جدك يا كذاب. فهمت؟ ولا حتى لو بقت فاطمة رضي الله عنها بقت حبوبتك والنبي صلى الله عليه وسلم جدك، ما بينفعت إلا بعمل صالح، لحديث أبي هريرة. انت قال النازل ما بيسمعوا كلامنا ليه؟ لأنه كلامنا كله مليان أدلة، بس ما نعرف الباسورد بتاعنا هنا، ما نزلت آية وحديث بيفهم السلف ما بيفتح معك، يعمل لك ايرور ساينتاكس زي اللي هنا بتاع دي. فهمت؟ ما بيشتغل معك أصلا، والله جد بتكون شغال ساكت. فالمشكلة إن أخواننا ناس بيجيبوا كلام زي ده، كلام ضلال واضح، وداريننا نحن نسكت زي ما ده بأصل
ويقول لك نقسم الناس لشعب وامه. الشعب ممكن يعني خلاصه كلامه ان الشعب ممكن يبقى كافر، لكن لما دار تبقى مسلم ابقى امه. ده لعب شنو يا زول؟ ربنا كلف العباد ديل، ربنا قال وما خلقت الجن والانس، شعب امه نيشن اي حاجه، فهمت؟ ديل يبقوا عباد لله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بقيتوا شعب، بقيتوا سودان مصر غيره، الناس دي تبقى عبيد لله، فهمت؟ قال وجود ادم منا كان منشؤه، قال جمال يوسف من انوار بهجتنا. شوف الخدميه ديل كذابين كيف قالوا يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في ليله الاسراء والمعراج قال رايته وقد اعطي شطر الحسن، يوسف عليه السلام. شوف النسوه في سوره يوسف، ربنا قال فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالوا يوسف عليه السلام جميل لأنه نحن الختمية أديناه جزء من جمالنا. يا سلام عليك، والله قلنا لهم يوسف عليه السلام لو كان بيشبهكم امرأة العزيز كان طردته ذاته. يا زول ياخذ الأنبياء ربنا وصفهم، بل إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه بعض الصحابة بالنبي يوسف كما كان يشبه جرير ابن عبد الله البجل، فهمت؟ قال ونوح طوفانه لولا تداركنا لأدرك الخلق إجمالا وحرمتنا. قال نحن نجينا نوح، ونوح ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. الختمية قالوا حملناه ودينا نحن دم الله. قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا. قال النار إبراهيم عليه السلام تفكد، قال تفينا فيها انطفت. ربنا قال قلنا يا نار. يا أخوانا شوفوا الكلام ده واضح كيف، واضح. عشان كده ومن يهن الله فما له من مكرم، أزول الضال. ربنا قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا. نار موسى قال أضاءت من وجاهتنا نحن. أيوب لما دعانا عند بلوته، وربنا قال في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى منه ربه. يا أخوانا دي الصوفية بس باختصار، تجيب كلام الصوفي وتجيب الآية من القرآن. يا كفرت بكلام الصوفي، يا كفرت بالغران، يا طلعت مسلم راسك عديل، يا طلعت كافر راسك عديل. ده الكلام بتاع الصوفية وكلام كثير جدا. قالوا درجات الأولياء كتاب يدرس في جامعة الخرطوم وبيجوا يقروا في جامعة السودان. قال درجات الأولياء ثلاثة، اسمه كتاب طبقات والضيف الله، بخصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان. وعملوا لهم مؤتمر في قاعة الشارقة جم هندسة الخرطوم، ومؤتمر علمي كبير جدا في ولاية سنار، فهمت؟ قالوا الكتاب ده ما فيه شك تماما. قال درجات الأولياء جوا الكتاب، قال درجات الأولياء على ثلاثة، صغرى ووسطى وكبرى. قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء، تكون قاعد بإجابة شوية تلقى لك عمة طايرة. يا ناس في شنو ده؟ دمنو ده تبع الزريبة ولا المكاشي؟ دمنو ده يقول لك ده بس ولي ماشي ماشي بس ماشي عمره وجاي. يا سؤال دي الخطوط الجوية السمانية ولا دي شنو دي؟ فهمت؟ قال أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على ظهر الماء. بعدين ما بيجي بالجبل وبيجاي، لا لابسين بيجاي طوالي بس كده، طوالي بس بيقوم بيحدد القبلة بتاعته بالجهاز سامسونج، ولا بيحتاج كمان الشيخ لأنه بيعلم الغيب في عقيدتهم الباطلة الكفرية، بيغادي طوالي بيرو. قال والوسطى أن ينطقوا بالمغيبات، وده كله كذب ساكت. مش ضربونا في اليرموك إسرائيل؟ مش ضربتنا؟ أنا بيتنا هناك جنب اليرموك، والله أنها شونا نيش عجيبة مرة. دل كده الأمة دي كلها تفرزعت، الكلاب جرت، كان قبل ثلاثة يوم من الضحية الخرفان جرت، في عريس، والله في عريس كان قاعد في أبو آدم قاعد مع مرته، نسى المرة ومشى بيت نسابته، دي تبقى له فضيحة، فهمت؟ كلام عجيب. طيب يا صوفية لو أنتم بتعلموا الغيب ليه ما وريتونا إنه إسرائيل دار تجي تضربنا؟ يا تبقوا طابور خامس مع إسرائيل، ولا تبقوا ما بتعلموا الغيب، أحلاهما مروا، فهمت؟ ما بتعلم غيب يا أخي، كذاب ساكت، فهمت؟ قال والدرجة الكبرى وهي درجة القطبانية، القطب ده يقول لك مالك أي حاجة وكذاب. قال وهي درجة ولدي دفع الله
وهي أن يقول للشيء كن فيكون. ده بقروا للناس في جامعة الخرطوم والله الذي لا إله غير. الصوفية هنا تقول لنا احترمها. المشكلة الواحد لما يكون راسه أنظف من صحن الصيني بعد غسي بالماء وصابون البودرة بيجيب لك زي البلاوي دي. يا أخي تقرأ الله يهديك راسك ده شيل فيه ويش إن شاء الله شيل فيه نجيلة ناشفة. شيل فيه ويش راسك ده ممكن يكون فاضي سايخ. أنت ربنا خلق لك عقول عشان تقرأ. تقول لي احترمهم ما بحترمهم وما بخليهم. ودي دعوة الأنبياء. إبراهيم عليه السلام قال أفل لكم أي تبا لكم ولما تعبدون من دون الله. وجاء في بعض التفاسير أي النتن لكم، وفي بعض التفاسير أي القذر لكم. فهمت؟ ما بتعمل حاجة آلهة. خاتنهم لنا برعي محلة، المكاشي في محلة، عنده هناك محل حفير. لو انت داير عندك سم ولا عندك مصيبة تمشي تأكل من الطين، تأكل منه. تخيل نحن في القرن 27 ولا الكم 30، فهمت؟ تمشي تأكل منه بتبقى نصيح. تلقى والي انت زول خريج ومحترم جدا، يجي درويش فارش له حجبات، فهمت؟ وعروق، ده عرق بتاع محبة. طبعا بيجروا له الجماعة ديل العلمانين والكيزان بتاعنا الحفلات، لأنه بكون في واحدة دائرة وهي شهادة عربية وما ممكن ترضى به. زول أغبش زينا كده انت يرضي؟ تخليك معنا في هنا في السودان مع كتور جوبا وبتاع، خليك هنا انت مارك برا مع أرسين الملك، فهمت؟ ما بترضى به. يقوم يعمل لها حجاب بتاع محبة عرق، يقول له أبو الشيخ طبعا في واحدة في الجامعة دي والله عجيبة مرة واحدة. الشيخ يقول لها ها كيف؟ يقول لها لازم تكتب لي كويس ب10,000، يديه 10,000 يسي ممنوع كده، جيب لي جدادة طرشة وسحلية عقة والدين وقعونجة عزبة، جيب لي عشان اكتب لك الحجاب. يكتب لك الحجاب وده يمشي يعمله، وكله في النهاية سحر وباطل. اللي بيعمل الكلام ده في السودان منو؟ الصوفية ده اللي بيعمل الصوفية ده كله الشرك والدجل المرجع البلد دي لورا. عشان كده ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. مكة وإن كانت هي صحراء ربنا جعل لها وسخر لها الناس لإلاف قريش إلاف الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا قال آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهمت؟ عشان كده ده سبب البلاوي. البلد دي بتجيها بلاوي ليه؟ لأنه في شرك بالله. فهمت؟ في شرك بالله. عشان كده نحن المسلمين ما بنتقدم، لكن الناس لو صححت عقيدتها في الله عز وجل ربنا بيرخي لها وربنا يوسع عليها ويفتح عليها والناس تمشي وتتقدم. ده بسبب التوحيد. أما إذا نحن قاعدين في شريكنا والضلال وبنشروا الجبهجية هنا، تلقى جبهجي قاعد في الجامعة شبعان هي لله إمنه. إمتى تلقاه ساب في الجامعة كلها همنه ذاتها هي لله لا للسلطة ولا للجاه. ولما نجي نتكلم تلقاه يحطه في النبق بغادي. إمتى تلقاه يحطه بعد ما ينتهي من الحفلة؟ يقول لك تقبل الله، الله يتقبل شنيا الكلب. يقول لك ربنا يتقبل هذه الخلطة، وبيعتبره ده دين. عرفتها؟ بيعتبره ده دين. زي ما الصليم الترابي في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع قال الفن ده ما في أي حاجة من الغناء والطرب. وقال قال قال الحبشة كانوا يلعبون في المسجد، الحبشة كانوا يلعبون. طبعا الترابي دي حركاته، يلعبون كان معناه برقص يعني زي الفرقة الأثيوبية اللي بتجيبها انت. يلعبون في المسجد كان عندهم حراب بيقوموا يتباروا مباراة في شنو؟ في الرمي البيوزن كويس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجاءت عائشة تنظر إليه، كانوا بيعملوا شنو؟ يتباروا. ده ما فيه حاجة. ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هل أنت جيت في المسجد تتعلم بالكلاش أو غيره جينا قلنا لك ما تتعلم؟ لكن ما ممكن تجي أنت تجيب حفلة فيها نجات غرزة ولا رشخور ولا فاطمة سفنجات تقول لي الحبشة كانوا يلعبون في المسجد. يلعبون وين يا جبهجي يا كذاب؟ فهمت؟ فده منهج منحرف، منهج تعجبهجية وهوس كله لعب. أوعك تباري لك مناهج زي دي. فهمت؟ والأمة دي ما ضيعها إلا زي الأخوان المسلمين والصوفية والعلمانيين وغيرها، ونحن ما عندنا لك دعوة عشان تجي تبقى معانا أو تجي تسجل معانا. إحنا دارين المسلمين ديل كلهم زول موحد متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده شغلة بجماعات
محافظ على فرائضه، بعيد من المعاصي أو المنكرات، ده أنت كده زول تمام، فهمت؟ لكن الجبهجية بأصل لك إنك ممكن الخلط ده يكون عبادة من العبادات، الخلط إنه يعني تقعد مع البيت كويس وتجي توسوس له، وفي حاجة يسمى عندهم الخلط المتري بتاع وطوف داق أصلا اسمه مين، محمد أحمد العقيد، فهمت؟ يكون بيناتكم في متر، فهمت؟ إذا كان في متر فيجوز، بقت 99 سنتي حرام يا زول. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا وكان شنو الشيطان ثالثهما، في لعب، فهمت؟ وأوعك تقعد تلعب وتلعب على النصوص وكذا، تقول أنا غلطان وربنا يغفر لي وكذا، لكن ما تلعب بالنصوص، فهمت؟ لأنه ما بنخليك. الودة برضو عنده أسئلة وكذا، لكن لو في فرصة للنقاش ممكن نفتح فرصة بعد ذاك نتم بقية الأسئلة والإجابات، فرصة مفتوحة.